الموضوع بسيط. لعب عملنا ماتش ذهاب كان كويس جدا بالنسبه لنا، و 94 دقيقه كنا متسيدين المباراه، مفيش فرص تقريبا علينا خالص طول المباراه. وبكره برضو المفروض ان شاء الله نعمل مباراه كبيره قدام فرقه محترمه زي فرقه الحريه، ونحاول قدر الامكان نترجم الفرص اللي جينا الاهداف. كان عندنا فرصه اللي احنا نرجع بالمباراه خلال 94 دقيقه، ما حلفناش التوفيق. كان نفسنا نرجع بالمكسب عشان هتريحنا في الماتش بتاع بكره، بس احنا عارفين كلاعيبه نادي الاهلي ونادي الاهلي مفيش حاجه بتبقى سهله، اكيد لازم تجتهد وتعمل اقصى ما بوسع عشان نكسب الماتش، وعارفين ان احنا هنواجه صعوبات. واجهنا صعوبات في الماتش بتاع اللي هناك، وهنواجه صعوبات في الماتش بكره، بس لعيبه النادي الاهلي قدها، ولاعيبه رجاله ولاعيبه في المواقف الصعبه بتظهر وبتطلع شخصيتها. فان شاء الله باذن الله يبقى المكسب حليفنا، وعندنا حاجه مميزه، عندنا جمهور، واحنا عارفين ان بقالنا كتير ما لعبناش بجمهور، وان شاء الله يبقى ده عامل ايجابي لنا ان شاء الله. إجابتي بجاوبها من وقت ما وصلت مصر، لأن الموقف ده بيتكرر عليا كتير. أنا بقول دايما عندي حظي كويس إن عندي تشكيل لاعبين ولاعيبة متاحة ليا، لاعيبة كويسة على أعلى مستوى. طبعا في احنا بنلعب في بطولات كتيره، وعندنا المفروض لعيبه تكون مجهزه، ولعيبه بتلعب منتخب. الغيابات دي بتبقى فرصه بالنسبه لي اجرب لعيبه كويسه ما كانتش خدت فرصتها انها تظهر امكانياتها ونشوفها في الملعب، وان كانت بتاخد فرصتها الوضع بيختلف. خطه اللعب طبعا بخليها اللعيبه في اخر وقت بقولها. changer aussi parfois de tactique pendant le match. عندنا توازن جماعي، عندنا ممكن نغير التكتيك في وسط المباراه حسب سير الماتش. À nouveau beaucoup travaillé sur notre adversaire. اشتغلنا كتير ودرسنا كويس الخصم بتاعنا اللي هنلعبه. Respect humilité mais avec l'ambition d'emballer le match. On joue devant on va jouer devant 25000 supporters. On est vraiment très très fier de jouer ici au Caire devant nos supporters. عندنا احترام طبعا متواضعين، وعندنا احترام للخصم، بس احنا عارفين قيمتنا، وعارف قيمه ان تلعب قدام جماهيرك، معاك 25000 مشجع وراك في الاستاد. On sait que ça va être un match difficile mais je compte vraiment sur nos supporters pour être le 12e homme et nous conduire vers la victoire et la. انا عارف طبعا المباراه مش هتبقى سهله، بس انا طبعا انا معول عندي ثقه كبيره على في جماهيرنا ان هم هيكونوا لعيب نمره 12 اللي هيبقوا معانا في الملعب ويساعدونا ان احنا نكسب ونتاهل. سعد سمير، طبعا انا حظي كويس ان عندي لعيبه كويسه بتلعب في مركزه. يكون عندي لاعب زي ايمن اشرف، يكون لاعب دولي بيلعب مع منتخب مصر، مش دايما بيكون موجود معانا، بيروح تجمعات المنتخب، فدي فرصه كويسه ان يكون معانا ويشارك. انا برضو باكد على نقطه ثانيه، برغم الغيابات والاصابات الموجوده هيكون عندنا فرقه قويه جدا قادره على المنافسه وتحقق نتيجه ايجابيه. عدم تاهل الاهلي بكره هتكون كارثه بالنسبه للفريق. C'est gentil de me poser la question parce qu'en 21 matchs à Mazembe, on m'a posé 21 fois la question. بشكرك سألت السؤال ده، لأن السؤال ده اتسألني في 21 ماتش لعبتهم مع مازيمبي، اتسألت 21 مرة السؤال ده. هو je n'ai jamais perdu aucun de ces 21 matchs, donc j'espère. ما خسرتش ولا ماتش من ال 21 دول. فأعتقد ممكن أتفائل، يبقى السؤال زي ده وشه كويس عليا إن لما تسأل السؤال ده بكسب. انا برضو اجاوب اجابه جد بقى شويه، ان طبعا انا مركز ان احنا نكسب، ما بفكرش ما بتوقعش اي هزائم او اي نتيجه سلبيه، بتخيل دايما الايجابي، واحنا متحمسين وعايزين نعمل نتيجه ايجابيه مع كامل احترامنا للخصم، بس احنا جايين عشان نعمل يعني بنلعب الماتش عشان نحقق نتيجه ايجابيه ونتاهل. فكره انك تعادل الماتش الاولاني 0-0 ده بيبقى ضغط عليك وعلى الفرق الثانيه. ده اول سؤال. السؤال الثاني، بتلعب فريق في ملعب الساعه بتاعته 30000، ومع ذلك مش هيكون فيه غير 10000 بس، يعني ده يعتبر عائق بالنسبه لك؟ ان الملعب مش مليان على الاخر. الضغط زي ما بنقول بالظبط، مين هيتاهل، لازم يكون ضغط على ده وده، زي ما يكون فرصه ده وده ان هم يتاهلوا. احنا عملنا ماتش كويس الماتش الاولاني، وبكره عندنا ماتش صعب، واللي هيكسب هيتاهل لدور ربع النهائي. بصرف النظر عن عاد السؤال، الجزء الثاني من السؤال، 10000 او 30000 مهما كان العاد اللي هيجي يساعدنا، ده جماهير، الاف من الجماهير جايين يساندونا عشان نحقق نتيجه ايجابيه، وان شاء الله ماشيين مبسوطين من الملعب، بيكونوا فرحانين بالتاهل. طبعا زي ما قلت في بدايه الكلام، احنا ده ماتشين، عندنا الماتش الاولاني خلص 0-0، وانا شايف اللي احنا كان عندنا فرصه للفوز، بس ما كانش فيه توفيق زي ما انا قلت لك، النتيجه خادعه. هنقول انت لو دخل فيك جون لا قدر الله بكره، وان شاء الله مش هيحصل، يعني هتتصعب عليك، بس احنا بنتمنى ان شاء الله اللي احنا بنبقى مركزين، اهم حاجه في الناحيه الدفاعيه، اهم حاجه ما يخشش فينا جوان، والماتش 90 دقيقة ان شاء الله نحاول احنا نجيب عندنا لعيبه كويسه قدام يقدروا يهدفوا، عندنا وليد ازارو، وعندنا كل اللعيبه اللي قدام، صلاح محسن،
اسلام محارب وليد سليمان، كل الناس دي تقدر تجيب جوان، حمودي، الناس دي كلها مركزة ومركزين الفترة اللي فاتت شغل على الجون. مستر كارتيرون طبعا في الحتة الفنية اتكلم معاهم في الحتة دي، فاحنا بنتمنى ان شاء الله يبقى التوفيق زي ما قلت بكرة حالفنا. والرسالة قلتها للعيبة، احنا قعدنا النهاردة مع بعض كلنا على قلب راجل واحد اللي احنا نكسب بكرة ونوصل لنص النهائي، عشان عايزين نوصل كاس عالم ان شاء الله، دي اهم حاجة عندنا، بقالنا كتير ما رحناش كاس عالم للأندية، فان شاء الله ده يبقى يبقى لنا عندنا فرصة ان شاء الله اللي احنا نروح. يعني المباراة دي احنا اعتقد دفاعين كنا كويسين ودفعنا كويس، واي فرقة بتدافع طبعا في ماتش الذهاب دور في بطولة افريقيا، فطبعا الفرقة قدامنا دفعت، فطبعا ما كانش في فرص كتير. وبأمانة بقول بالنسبة للفرقتين في الماتش الذهاب كان الفعالية الهجومية كانت قليلة بسبب سوء حالة الملعب. طبعا ان هم يتعادلوا على ارضهم دي مفاجأة بيخرجوا من بطولة، ده مبين طبعا بيعكس عدى مستوى البطولة العالي المنافسة. في أندية كتير في أفريقيا كل شوية بيزيد أندية يعني منظمة بشكل كويس ومستواهم بيتقدم وبيعملوا نتائج إيجابية. المنافسة بتبقى صعبة كل شوية أكتر. عشان كده كلنا متحمسين. متحمسين إن إحنا نوصل لأبعد حتة ممكنة في البطولة، لأفضل نحقق أفضل مركز في البطولة، لأن البطولة صعبة والتأهل فيها مش بسهولة. هو النقطة الإيجابية القوية عندهم إن هم فنيا منظمين كويس، عندهم تحرك كويس وعندهم روح عالية جدا. بيفكرني بزامبي من 10 سنين كان في بداياته، كان بنفس بيظهر في الساحة الأفريقية بنفس الطريقة. وأعتقد الفترة الجاية هيثبت نفسه وهيظهر على الساحة الأفريقية. احنا بنلعب في اكتر من بطوله، بنلعب بطولات كتيره، والنهارده مثلا بنلعب في بطوله افريقيا، وانا كمدرب نادي الاهلي واي مدرب بيمسك القياده الفنيه لنادي الاهلي بيبقى هدفه لازم يكسب ويكسب ويكسب ويحقق نتائج ايجابيه. منتهى التواضع ومنتهى الطموح اللي عندنا لازم يكون برضو عندنا امل ان احنا نوصل ونحقق افضل نتائج ممكن.